لقى 4 أشخاص مسرورين في مشاجرة اليوم الخميس بين آلتين بكرة منشأة خشب التابعة لمركز القوسية في محافظة أسيوط بسبب خلافات على قطعة أرض أملاك دولة وضع يد بالظهير الصحراوي. متلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اختار المأمور مركز القوسية يفيد بنشوب مشاجرة بين آلتين بكرة منشأة خشبة ووجود وفيات، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء محمد ياسر حكم دار مديرية أمن أسيوط واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية. وتبين وقوع المشاجرة بين عائلة الغول وعائلة الزعكات بسبب خلاف على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي ونظام وضع اليد ومنشآت خشبة بالمركز القوسية، نتج عنه وفاة كل من حمدي ميلاد محمد أبو القاسم وحسين أشرف ميلاد وعلي جابر إبراهيم منصور ومحمد صفوت محمد أبو القاسم. وتم تحرير محضر بالواقعة ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على المشاجرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تشترك في قناة زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.